حينما يصل مفتي الديار إلى الفاتيكان فهو لا يتخيل إلا أن يكون باسم الإمام الأكبر وأن يتحدث باسمه، وهو حامل رسالة من ويحمل رسالة للبابا. ومسألة الرسالة دي مهمة، لأن ليس سر على سيادة الأخ العزيز إن في وقت معين جت رسالة من الفاتيكان، لكن الرسالة لما جت من أحد الكرادل وليست من البابا. تقول؟ لا، رسالة تحية يعني. رسالة تحية. طبعا تقدير الإمام الأكبر لمكانة الأزهر تعني إن لا، الرسالة لازم تجيلي ممن هو في مستوى على مستواي. فدي عملت زي ما بيقولوا تساؤلات أو تحفظات. دي مؤخرا يا دكتور علي؟ يعني في عهد البابا فرانسيس؟ ما هي في عهد البابا فرانسيس، إنما أنا بعتبرها كانت تفسير مختلف لكلمة البروتوكول، لأن يجب أن نعلم، وسيادة الأخ عارف دي حتة دكتور كمال، البروتوكول عند الفاتيكان عالي جدا. يعني أنا أذكر وإحنا بنعد زيارة البابا الفاتيكان الراحل، بندكتوس ولا مين؟ لا، اللي توفى يوحنا. يوحنا جون بولتون، والذي أكن له وتجرأت في أكثر مرة أن أقول لم أحب في حياتي إنسانا مثل أحببت هذا الرجل.